أخبار اليوم. الأستاذ الدكتور اللواء محافظ الغربية، معالي الوزير الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي، معالي الوزير الأستاذ الدكتور زاهر حواس، أهلا بكم جميعا في المحافظة، ونرى شرف عظيم للمحافظة وواجب علينا نؤديه تجاه هذا الوطن، وهذا لو في إمكانياتنا المحافظة كنا نفعل أكثر وأكثر من ذلك، لكن ده واجب لنا ولا شكر على واجب، بل بالعكس احنا استلمنا شرف النهارده بوجودكم وبوجود معالي الوزير وبوجود العالم الجليل الدكتور زاهر حواس. بقول انا ما بحبش كلمه وزير، فعشان كده بقول عالم جليل. Thank you.